كان عندها تأثير سلبي، لأن كان عندنا بعض المشاريع وكثير من المشاريع اللي كانت قائمة بها شركات أجنبية. ولما قامت الدول بغلق الحدود إلى آخر، الرعاية نتاع البلدان الأجانب رجعوا لبلادهم، ومن هذاك الوقت كثير من المشاريع جمدت، مشاريع اللي كانت مجمدة انطلقنا من الأشغال بها في مايو جوان، والحمد لله كثير منها اللي أنجزت وكملنا الأشغال نتاعها. فيما يخص ميناء الحمدانية، فقمنا بإنشاء وكالة اللي هي تشرف على إنجاز هذا الميناء، أيضا السكه الحديدية اللي تربط ما بين الميناء ومحطة العفرون. هذا مشروع هام. أيضا كاين طريق مزدوج أو طريق سيار ما بين الميناء وطريق السيار شرق غرب، السكه الحديدية اللي تربط بشار بتندوف إلى غرج بيلات، لتمكين استغلال المناجم تاع غرج بيلات. أيضا عندنا مشروع كبير وهو اللي يربط ما بين عنابة وجبل عنق، لاستغلال منجم الفوسفات دي جبل عنق. المبلغ الكبير اللي نخصوه لهذا في هذا الجانب هو 80% سيوجه لصيانة الطرق وإعادة الاعتبار لها وتقويتها إلى آخر. تأهيل أو إعادة الاعتبار لهذه الطرق تندرج في أولا سهولة التنقل، وأيضا تقليص من حوادث المرور. في الماضي كانت الشركات ما تكفيش لكل المشاريع اللي انطلقت، ولهذا لاحظتوا بأن جاءوا شركات أجنبية باش قامت بأشغال على المستوى الجزائر. عدة بلدان مثل تشاد، المالي، النيجر، بوركينا فاسو، الجزائر يرغبوا باش الجزائر تروح تخدم عندهم شركات اللي راهم قائمين بأشغال في النيجر، راهم في الطريق العابر للصحراء. عندنا شركة جزائرية، عندنا في بوركينا فاسو، عندنا في السنغال إلى آخره، ولكن عندنا إمكانيات أكبر من هذا اللي احنا قائمين به.